وقل رب زدني علما. الكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعصمين يا مقارنة بين مقالة أهل السنة ومقالات أهل البدع في خمسة أبواب من أبواب الاعتقاد. وحسقرب لقي الدونا مقالات أهل السنة يا مسيهين هي مقالات كمذاهبت أهل البدع يا مسيهين شن باب وكم إذا أبوابت عقيدة وحانو موشين دونا أهل السنة إن أصيبين حقي أهل البدع عنا الله بدأ الضرف بتكودون إن مرين وعزتا إنو كيرا والرئيسين إن دور الرموت أرند الكوباد وحي تهي أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن أمة الإجابة افترقت إلى فرق وعشار مرق الكوباد ومد النبي محمد عليه الصلاة والسلام رميسي إن يقيب سنتي فرقوين بل هم الوسط في فرق هذه الأمة ومد النبي فرق نواطي وحانا أردت حديث النبي النبي عليه الصلاة والسلام تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وحكروت سيئي الواقع الذي يعيشه المسلمون واقع يكون ليهين مسلمين سنة قيب سنة كاوة الصينية مركاو حبتر يميسو إن افتراق نوع عسى رسولك وقوة الرمين ودعي الدونو واقعنا كم موغضا إن نرهنا إنو قرصنو وإنو سيدي دي يهودو كلا تحسبهم جميعا وقلوبهم شطة واردوشها اللي إنو أقمل إينا إنو ميديسن هاي إينا نسكر الشيك شيك سأحزاب تقار كود وحوينا كوش قيان تاسي هرتا ومد حديث كنبي عليه الصلاة والسلام خلاف سن واقع يا حقيقة ومن بالمر سنوي وطلباته دواء النقل ما يصح واقع مرير كقيب سن كأه ومد نبي محمد يكون وشاه وإلا رادو حبينا كل شيك جهمية معتزلية أشعرية إيو قدرية إيو جبرية إيو مرجية إيو حيين أنك لشيك شيك دو شعال إنو قم مودين إنو أمد قرون هاي إنو ميدي صنعين تسوى المتشبع بما لم يعتك لابس ثوب الزور سور رسولك عليه الصلاة والسلام اجتماعيا من نباء أن ترين إنو ميدين إنو موتي صنع دو حي كردقان تيقفك وحقف حانو الشيكين وحانو هاي صن شيكان أيا كاسنا رسول كوح الشاقي دينو كدقي يقف قاوانو مريب بين حران نفتي سبينو الشاقي ولا مريض حران وكان نفتي انو بينو الشاقي انو بين غنس انو راهنا ومد دواء ومد قرى ما قايب سنده كمسلمين تاي قايب سنية خلافيين الشيك شيك دوانا نقول ما يسو وداد كان قايب سمي سيدا انو ألغان كواركي دوانو سورة قل ما يلدى كلهم وعلى الحق لما أنت ود بحق بيكون تاجين أنه يلزم من ذلك أن يكون القول وضده حقا طاوح كان لازم يسوك دلانسا قول كي يدد كيسا من لقيد كيسا كسور كذين حق نقدان وهذا مستحيل. طيب سورة قال ما هي لرأي كل مواع على باطل لما أنت ود بحق در يكون سعداني يكون سجين ويتانا وحكر لنا لرأى أمد النبي محمد حقه ولقى دحواي فسنا دحي بيسو وعيد حقي هايسو كتاقان أمد لقى دحواي باي رسول كوحر لا تجتمع أمتي على الضلالة أمد يدو باديو كما كولانتو وحكر رسول كوحر لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله عيد أمد كميدي كمسو ليسو إني أمر كي لا يكتاقنتي أنا حقي إني كتاقنتي إذن واجب قوة محددة كان إسخلافي وبين محق ومبطل وحيوقع بسمار من حقي كنت أغني من بادلي كنت أغني الواجب وميزان أن نزن أقوالهم بميزان الكتاب والسنة وإجماع السلف
وإن أقواشه ده لقو ميزان ميزان كتابك هي السنة هي إجماع السلف وما وافق الكتاب والسنة وإجماع السلف فهو الحق وهي كتابك هي السنة هي إجماع السلف وافقا يا حقيا وما خالف ذلك فهو الباطل ثاني نتيجة الوحي نقول إنسان حق هذا كان لوغي يرو ادعو إلى سبيل ربك وودد إلهي حق هذا بعد كان ذات كان لو قدقه أهل الحق أنا ذات كان لو حره سيودده ذو مران أهل الباطل كان ذات كان لو قدقه سيودده السقائل عليان هذا هو الدواء وإلهي سبحانه وتعالى وحرف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مو أوران قرصدة تنازعين واحد تنازع ما خلاف سنة إذا كويس خلاف سنة يعادوا قيدون كوير سنة واحد كو خلافتان وحي قوي علي بولي الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله في أي باب من أبواب الدين باب كستو أبواب الدين تكمدا أسوأ مسألو مسألة الله بعض وحي تهي سأل مسألة وردح لباين كحو السنعي هذا الافتراق الذي حصل في أمة الإجابة المفترقون فيه بين محق ومبطل ضد كايس خلافي قيب صمي كوا حق كتاغن إيا كوا بعض الدين كدكتب ويليين والمحق فرقة واحدة سو شاقر رسولك عليه الصلاة والسلام عد حق كتاغن واحد قروي وأصحاب مقالة الواحدة وي ومذهب قرى ضد كقبر سنبي قول عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة هي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين عدة سنة وعدة كتاب كأي السنة يما كان عليه النبي والصحابة الدين كدقت قرآن كحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوحي النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة الدين وها عدة الدين كدقت وي وطائف صاو شاقر رسولك عليه الصلاة والسلام أتوقف قري ميلا قار كون دقون كران شخص الواحد تصوح الردين كتاهي واحد دادك غير كو ترويجيان ويرادان سي سورتا قل كتاهي انقف قرى امام مرات اي حق كتاهي نادان انت بضانا اي خلدان طاهي حق ميزان كيسو ترادا ماها اي عددك ميزان كيسو الدليل كي يحجد وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اكثر الناس والضلال واللنسيين دي كثرادو اي تاهي دليل وميزان الحق كفارة أهل الحق نقول الله هاي المسلمين تويك بدين مسلمين تينتو دل نصنبا أهل الحق نقول الله الحق يعرف بدليل لا بكثرة قائلي حق وحلوها قوان صلاة لقرتها الدليل كيس الحق ما دل عليه الدليل لا ما عليه الأكثرية ووحد دليلك وتسيح حق وحي انت بضان يكون تكتمها انت بضان وحي يكون تكتادو الدليلك خلاف سيء وباطل ولهذا أيوه عبد الله بن مسعود سأل لكاي وكوري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك عبد الله بن مبارك نوري أبو حمزة السكري جماعة يعني هو على الحق وعالم على الحق قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري ما دوني ساعة عماشي ونكسر لمن يكوف الله فر لي السنرة ما دوني ساعة حمانتا نفطا دينا تكرر بتوعد كنقو يسار يكوف الله عرب كاقا حسك إلهيها كقو ينادى أنا كن مكثرا من ذكر الله وحضن قطاع قف رب ديني إلهي سبحانه وتعالى حسك إيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.